اهلا بكم في مقطع جديد من لعبة Destiny 2، طبعا اضافة Beyond Light. اليوم بدي اديكم كم نصيحة كده من افضل الطرق اللي انت تقدر ترفع فيها الباور حقك بشكل اسرع او بطريقة السليمة عشان ما يضيع عليك الباور في الجير. تعرف الباور في الجير بيعطيك بيفيدك بعد ما توصل 1200، حلو؟ فانت ايش تسوي؟ انا نصيحة لي انك انت لو انت مهتم طبعا بالباور، خذ الارتفاكت وبعد كده تسوي اشياء معينه، ما تروح تكمل القصه، لا تسوي اشياء معينه. انا حتى الان طبعا زي ما شايفين انا ما فتحت السوبر الجديد، ان شاء الله اليوم مع البث ان شاء الله اللي حنسويه اليوم باذن الله انا بس اخلص كم شغله كده وراح اسوي لكم او ارسل لكم رساله انه في بث ونبدا نغلق القصه، لان امس تعرفوا صارت مشاكل ووقفت معانا السيرفرات وانطردنا وحكايتنا حكايه، طبعا كل اللعيبه مو انا يعني. فانت ايش تسوي؟ في 3 خطوات تقدر تسويها، وفي نصيحة رابعة كمان معاهم في الاخير. فايش الـ3 خطوات؟ انت على حسب الشيء اللي انت تحب تلعبه، تمام؟ فانا اقول لك ايش تسوي. اول شيء ما تبدأ حيكون مثلا باور حقك 1050 او 1060 اذا انت كنت ملفل السيزون اللي قبل كده. ايش راح تسوي؟ راح تبدأ اول شيء تفك الصناديق اللي عليها علامة الجوست زي دي او هذا اللي انا عنده تحين بوريكم شكله، الصناديق الذهبية اللي هي زي هذه شايفينها. صندوق هذا لو فكيته ايش بيعطيك؟ بيعطيك اقل شيء بيعطيك اللي هو الرير، والرير حيكون عالي، حيرتفع معك عالي الين ما يوصل 1200 وفوق. كيف يوصل 1200 وفوق؟ حقول لكم ايه في النهاية. طبعا الين ما توصل او تغلق كل الصناديق اللي موجودة عندك الباقية، افضل شيء انك تغلق الصناديق. غلقت الصناديق ايش تسوي بعد كده؟ يجي هنا على حسب الشيء اللي انت تحب تلعبه. تحب تلعب سترايكات؟ العب سترايكات. تحب تلعب كروسبل؟ العب كروسبل. ماشي، السترايكات تبدأ من 1100، فانت عبال ما تفك كم صندوق انت بالراحة راح توصل للالف ومية او انك تكون حتى اعلى من الالف ومية. بس ما هي مشكلة، حتى لو كنت اقل من 1100 ما عندك اي مشاكل، سترايكات بسيطة ما هي صعبة. بعد كده تقعد تلعب سترايكات، السترايكات يطيح لك تقريبا اقل شيء 3 نجرامات. انا كل سترايك تقريبا بيطيح لي من 5، يعني ان كان مرة زيادة طح لي 6، طبعا خلال السترايك والصندوق النهائي. طبعا صندوق النهائي 3 اقل شيء. تاني شيء تيجي هنا في الجوست، الجوست بتركب القطعة هذه، انه لو انت لعبت الاسترايكات او شيء زي كده ممكن يعطيني قطعة لجندري جير، ممكن يعطيني قطعة لجندري جير، الجندري جير هذه راح ترفعك برضو الباور حقك. الكروسبل يركبوا دول نفس الشيء، هذا استرايكات تركب القطعة دي، الكروسبل تركب القطعة دي. وبالنسبة للتلفيل حاول تركب المود هذا اللي هنا، وراح يطيح لك هو من يبدأ من 2% إلين 10%، وراح يطيح لك كمان أبو 12% زي اللي عندي ده، وأعتقد كمان إنه ممكن يطيح شيء أكتر من كده بس أنا ما طح لي الآن، لأنه في الجليمر طح لي إلين 6 بيطلع لي 65%، فما أدري هل في شيء أكبر من كده ولا لا. فأنت ركب هذا أوريدي حيكون عندك 10%، ركبه في الجوست برضه عشان تلفل السيزن باس. ماشي، وصلت 1200، كل دروعك 1200، اسلحتك 1200، تبدا ايش تسوي؟ تلعب الباورفول جير والبينيكل جير. فين الاقي الباورفول جير والبينيكل جير؟ عندك الاسترايكات بينيكل جير، لو لعبت 3 جيم بسوبر الفويد راح يطيح لك اللي هو الباورفول جير. وحط في بالك بعد ما توصل 1200 راح تنفك معاك الشالنجات اللي هي الباورفول جير والبينيكل جير. طيب ايش في عندنا كمان؟ في عندنا في التاور الباونتيات، انا اخذتها بس طبعا عشان بوري لكم شيء ثاني. زفالة يعطيك باورفول جير لو غلقت 8 باونتيات، وبانشي كمان بيعطيك باورفول جير لو غلقت 8 باونتيات، ولورد شاك لو غلقت 8 باونتيات لسه ما غلقت، شوف بيعطيك باورفول جير تير 1. عندك كمان الكلام بيعطيك باورفول جير او بيعطيك حتى بينيكل جير، ماشي، زايد 1. وعندنا الدريفتر كمان بيعطيك باورفول جير لو غلقت عنده 8 باونتيات. نجي لشيء تاني كمان في له الباورفول جير وبينيكل جير، في عندنا لو لعبت زي ما قلنا نايت فول
تجيب تلعب سترايكات، تلعب ثلاثة قيام جامبت، بيعطيك برضو بينيكل جير بتغلق من ضمنها الباونتيات اللي ناقصتك عشان كمان تاخد دبل ريورد. ونفس الشيء ينطبق على السترايكات، نفس الشيء لو لعبت في السترايكات برضو بيعطيك. طبعا أنا غيروا هنا السترايكات، شالوا الكلاسيك ميكس وشالوا ذاك الطور اللي ما حد يلعبه، كم طور كده ما حد يلعبه، وهنا حيجينا كلاش وجينا الميهم هنا حيكون محله، والسوبريميسي اعتقد حيجي برضو كله هنا. في عندنا كنترول، الاشياء الباقية الكنترول والإلمنيشن والرامبل، وهنا الكومبتيتيف. طبعا زي ما قلنا، تحب تلعب سترايكات ألعب سترايكات، تحب تلعب كروسبل ألعب كروسبل، ولا تنسى المود حق الجوست اللي هنا ماشي، هذا للسترايكات وهذا للكروسبل. طيب خلاص، بعد كده يبالك تنتبه لشيء معين. طريقة التلفيل زي ديستني 2 السيزون السنة الأولى، كل ما جيب كم قطعة باورفول جير أو بينيكل جير برضو يصير القطع اللي هي الرير ترتفع معك، زي هنا شايفين 1202، أنا طاحت لي 1200 وكم وثلاثة، أي هنا في الرجل 1203 طاحت لي كمان رير، رفعت بيه الرجل. هنا خلينا نشوف 1202 زي كده، تقعد ترفع ترفع يعني، حمل واحد يعني خلص واحد باورفول جير وروح شوف عندك الرير كم يطيح لك. خلاص طيح لك 1200، ابدأ ارفع كل شيء عندك 1200. انا هنا ناقصني ارفع السلاح ده 1200، ما حروح العب الان باورفول جير او بينيكل جير، ارفع السلاح هذا 1200 1200 عفوا، بعد كده اروح اشوف كم الرير عندي صار. لو سطح لي 1203 راح استنى العب كمان لين ما ارفع الجيور حقتي والأسلحة كلها 1203، بعد كده اروح العب لي الباورفول جير عشان كده يكون عندك التلفيل سريع وبشكل سليم. هذا هو المقطع باختصار اليوم، ان شاء الله في بث باذن الله، انتظروا رسالتي، ارسل لكم رساله وان شاء الله نكمل القصه. تمنياتي لكم بيوم سعيد ونشوفكم مقطع جديد باذن الله، ولا تنسوا الشير، حاول انكم تفيدوا اكثر ناس تعرفوهم انهم يلعبوا اللعبه، التلفيل هذا حيساعدكم ان شاء الله. في البث راح اقول لكم طريقه كيف الشخصيه الثانيه تقدر تلفلها بشكل اسرع بعد ما تغلق الشخصيه الاولى ولقتها وصلت ال 1200، كيف تقدر تلفل الشخصيه الثانيه والثالثه بشكل اسرع. مع السلامه.